أهلا بكم مشاهدينا إلى الأخبار الليلة التي نستمر فيها طبعا بالتغطية المستمرة للتطورات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفي مشهد غامض غير مفهوم لما يجري في أوكرانيا. خلال ساعات قليلة القوات الروسية باتت في خاركيف وأسقطت مدينة سومي وتعبر بهدوء إلى العاصمة كييف، وفي أغلب المواقع دون قتال ولا مواجهة. إذن تشن روسيا منذ فجر اليوم هجوما على أوكرانيا، نفذت خلاله ضربات جوية في مختلف أنحاء البلاد خصوصا العاصمة كييف، بينما دخلت قوات برية من شمال وشرق وجنوب البلاد بحسب السلطات الأوكرانية، التي أشارت إلى مقتل 40 جنديا أوكرانيا وعشرة مدنيين. الكرملين أكد أن العملية العسكرية في أوكرانيا ستستمر طالما هي ضرورية، فيما أثار الهجوم على الفور موجة تنديد دولية. وقرر حلف شمال الأطلسي عقد قمة طارئة غدا. أحد مساعدي الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أعلن عن مقتل أكثر من 40 جنديا أوكرانيا وعشرة مدنيين في الساعات الأولى من ما وصفه بالغزو الروسي لأوكرانيا، بينما أعلنت السلطات المحلية في جنوب أوكرانيا عن مقتل 18 شخصا في ضربات عسكرية، بينما لم يعرف ما إذا كانت الحصيلة الإجمالية تشمل هؤلاء. حرس الحدود الأوكراني في تصريح مفاجئ قال من جهته أن قوات برية توغلت في الأراضي الأوكرانية من روسيا وبيلاروسيا. إعلان بدء المعركة كان قد جاء من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، وبينما هددت أوروبا بفرض عقوبات قاسية على بوتين، توعدت روسيا برد قاس مؤكدة أنها لن تمنع موسكو من تقديم مساعدتها للانفصاليين الموالين لها في الحرب على أوكرانيا. تتطلب الظروف منا إجراءات حازمة وفورية. طلبت جمهوريات دونباس الشعبية المساعدة من روسيا. في هذا الصدد قررت القيام بعملية عسكرية خاصة هدفها حماية الأشخاص الذين عانوا خلال 8 سنوات من سوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف. نحثكم على إلقاء السلاح فورا والعودة إلى المنزل. سأشرح. يمكن لجميع جنود الجيش الأوكراني الذين يمتثلون لهذا المطلب مغادرة منطقة العمليات العسكرية بحرية والعودة إلى عائلاتهم. هذا وأفاد الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية بأن القوات المسلحة لدونتسك ولوهانسك تقدمتا بالعمق الأوكراني وأحرزتا تقدما على حساب الجيش الأوكراني. группировка войск Донецкой народной республики наступая на Волноваху продвинулась до 3 км, а группировка Луганской народной республики наступая в направлении населенного пункта Счастье форсировала Северский Донец и продвинулась на 1,5 км. Сейчас группировки войск ДНР и ЛНР ведут бои и наносят огневое поражение противнику. Подразделения вооруженных сил Украины продолжают обстрелы мирных городов Донбасса. Есть жертвы среди гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик. وفي الأخبار العاجلة، ليتوانيا تعلن وصول مقاتلات أمريكية من طراز F-35 إلى أراضيها. طبعا الدول المجاورة لأوكرانيا كلها أيضا في حال تأهب. والرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي دعا مواطنيه للقتال ووعد بتزويدهم بالأسلحة للدفاع عن بلادهم. Ми вже видаємо зброю і будемо видавати для захисту нашої землі всім, всім бажаючим, всім спроможним захищати наш суверенітет. Від кожного громадянина України залежить майбутнє нашого українського народу. ومشاهدينا ننتقل إلى المراسلين من موسكو كاتيا توما، ومن خاركيف مراسلة أو مفادة الحدث كريستيان بيساري. كريستيان، سأبدأ معك، كيف هي الأجواء الآن؟ وبداية طبعا نطمئن عنك وعن فريق العمل إذا كنتم الآن في منطقة آمنة.
نعم ربما نحن انتقلنا إلى وسط المدينة، حقيقة لا نعرف مدى أمنها، ولكن كما ترين هي كأنها مدينة أشباح الآن، وهناك حظر للتجوال من فرض من الساعة السادسة، من الساعة العاشرة مساء للسادسة صباحا، وكل الأهالي توجهوا إلى الملاجئ وإلى أنفاق المترو، من حيث نقلنا لكم الصورة منذ حوالي الساعة ونصف، وقالوا لنا بأنهم سيمكثون هناك لحين إصدار العمدة إرشادات أخرى فيما يتعلق بما الذي يجب أن يفعلوه. وكنا نقلنا لكم المشهد من على الحدود هنا على بعد حوالي 8 كيلومترات من هذه الساحة، يتمركز الجنود الروس، وهناك معلومات تقول حتى هنا يعني عمدة المدينة عندما دعا الناس إلى النزول إلى الملاجئ بسبب إمكانية القصف الذي سيحدث هذا المساء. طيب هل الوضع الأمني لا يزال على ما هو عليه؟ يعني هل الأوكرانيون لا يزالون في هذه الملاجئ، في أنفاق المترو وفي الملاجئ؟ هل تجري أي عمليات اشتباك مع الجنود الأوكرانيين؟ سألنا في متابعة لما شهدناه بعد ظهر هذا اليوم إذا ما كان هناك أي عمليات اشتباك أو أي تقدم للجنود الروس باتجاه المدينة، يعني كانوا على بعد 8 كيلومترات من هذه الساحة، ولكن كانوا على بعد حوالي 4 كيلومترات من خط التماس حيث كنا متواجدين، وقيل لنا بأن الوضع عاد إلى طبيعته، يعني كل طرف عاد إلى الخط الذي كان يتواجد عليه، بالتالي لا تقدم لقوات الروسية البرية باتجاه وسط خاركيف، هي لا تزال على الحدود من الخارج. أما بالنسبة للأهالي فلا يزالون في الملاجئ وفي أنفاق المترو، لأنهم البعض قال بأنه لا مكان يتوجه إليه، حتى حركة القطارات مقطوعة وبالتالي لا يمكنهم التوجه تماما. كنت سأسأل كريستيان، يعني إذا ما قرروا مثلا التوجه على غرار بعض الأوكرانيين في مناطق أخرى إلى المدن في غرب أوكرانيا التي تعد يعني نوعا ما أو نسبيا آمنة حتى الآن، كيف يمكن ذلك على ضوء إيقاف المواصلات كلها؟ هي حربة. هنا توجد 3 خطوط للمترو، قيل لنا بأن خط واحد لا يزال ساريا والخطان الباقيان يستخدمان من أجل فقط يعني الملاجئ للأهالي. حتى عملية النزوح عن هذه المنطقة وعمليات النزوح بمجمل الأراضي الأوكرانية، نحن تنقلنا في مختلف المناطق وتحديدا اليوم، يعني كنا في كراماتورسك في دونباس ومن ثم توجهنا إلى الوسط في أو أكثر إلى الشمال الشرقي في خاركيف هنا، وعلى امتداد الطريق كنا نرى طوابير السيارات والناس الذين يعني يحضرون أو ينزحون باتجاه مناطق معينة. كانت كما ذكرت معظم المناطق التي ينوون التوجه إليها إما دنيبرو المجاورة على بعد حوالي 3-4 ساعات من هنا، أو مناطق الغرب تحديدا الفيف ومحيطها. عمليات النزوح عادة ربا تجري خلال النهار، يعني وعندما يأتي المساء يمنعون من التحرك، أصلا هناك حظر للتجوال وليس آمنا أصلا أن يتحرك خلال الليل، لأن القصف الروسي على ما يبدو هذا ما شهدناه بالأمس ومن المتوقع أن نشهده أيضا هذا المساء، بأنه القصف الروسي يتركز عادة خلال ساعات الليل. نعم بالتأكيد نحن سنتابع معك كريستيان كل التفاصيل والمستجدات أول بأول. الآن دعينا ننتقل إلى كاتيا من موسكو. كاتيا، منذ قليل كان هناك كلمة للرئيس الروسي بوتين تحدث فيها بالتفصيل عن مستجدات العملية العسكرية، أيضا في كلمة لرئيس أو وزير الدفاع أو رئيس الوزراء البريطاني. كاتيا، لو سمحتي تفاصيل ما جاء في تصريحات بوتين.
نعم بالفعل الرئيس الروسي كان قد اجتمع اليوم مع رجال الأعمال الروس بعد بدء العملية في إقليم دونباس. طبعا هذا الاجتماع هو يأتي كخطة بديلة على العقوبات المتوقعة فرضها على روسيا. بحث والرئيس الروسي كان قد قال أن هذا الوضع الذي فيه روسيا الآن هو لا مفر منه. بالإضافة لذلك أكد أن روسيا هي جزء الآن هي جزء مهم من الاقتصاد العالمي، وهذا بالإشارة أن هذه كانت إشارة بأن روسيا طبعا ستلعب دورا كبيرا في الاقتصاد العالمي ولا يمكن الاستغناء عنها، ولكن من جهة أخرى أن روسيا لديها خطة لمواجهة هذه العقوبات التي ستفرض عليها. وهذا ويمكنني أيضا أن أستذكر هنا ما تحدث عنه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف الذي قال أن بعد فترة سيعود الأوروبيون ويجلسون مع الروس على طاولة واحدة بعد أن يمر الوقت، وأن هذه العقوبات التي ستفرض على روسيا هي ستنعكس أيضا على الغرب وعلى واشنطن، وخصوصا في قطاع الطاقة قطاع الغاز الذي سيكلف أوروبا كما قال ميدفيديف أضعاف مضاعفة فيما إذا كانت ستشتريه من سوق آخر ربا. طيب يعني في هذه الأثناء أيضا هناك الكثير من الأخبار العاجلة أو التصريحات سأنقلها تباعا من رئيس الوزراء البريطاني الذي يقول سنبذل قصارى جهدنا لتقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا، وأيضا سنعلن عن أكبر وأشد حزمة من العقوبات الاقتصادية على روسيا على الإطلاق. تفضلوا بالبقاء معنا كاتيا وكريستيان، سنستمع قليلا لكلمة رئيس الوزراء البريطاني. Leader of the Opposition, Keir Starmer. Thank you, Mr. Speaker. In this dark hour, our thoughts are solid. كلمة رئيس الوزراء البريطانية انتهت، والآن هناك كلمات ربما للنواب البريطانيين. بكل الأحوال أعيد وأذكر بالأخبار العاجلة الظاهرة على شاشة الحدث. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يقول سنعلن عن أكبر وأشد حزمة من العقوبات الاقتصادية على روسيا على الإطلاق، وأيضا يتحدث فيها عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بأن يد الرئيس الروسي بوتين هي ستبقى ملطخة بالدماء. أيضا في متابعة للتطورات ومصادر تتحدث عن أنباء عن سيطرة قوات روسية على مفاعل تشيرنوبيل النووي في أوكرانيا. إذا منذ قليل كنا نتابع تطورات عن معارك تدور قرب المفاعل النووي تشيرنوبيل، والآن أنباء عن سيطرة القوات الروسية على مفاعل تشيرنوبيل النووي في أوكرانيا. On our continent, and we will again. The consequences of Putin's actions will be. إذن مشاهدينا، فجر الخميس بدأت روسيا عملية عسكرية شاملة على الأراضي الأوكرانية بعد 3 أيام من اعترافها باستقلال منطقتي دوناتسك ولوهانسك شرق أوكرانيا. بدأت العملية قبل ساعات من الفجر بسلسلة هجمات صاروخية على مواقع قرب العاصمة كييف، فضلا عن استخدام مدفعية بعيدة المدى ضد مدينة خاركيف قرب الحدود الروسية. بعدها دخلت القوات البرية الروسية أوكرانيا من 3 جهات عبر نقطة حدودية من بيلاروسيا ومن الشمال الشرقي ومن شبه جزيرة القرم في الجنوب. استهدف هجوم القوات الروسية البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وعدة مطارات ومنشآت رئيسية أخرى. المدن أيضا التي تمت مهاجمتها صباحا في الساعات الأولى هي أوديسا ودنبيرو وماريبول. أحد الأهداف الرئيسية للقوات الروسية هو أيضا المطار الدولي الرئيسي في بوريسبيل الذي يخدم سكان مدينة كييف، في حين شملت المطارات الأخرى أيضا المستهدفة خاركيف وأوزورن وكولباكينو وأيضا تشوهيف.
وبالإضافة لتشورنوبايفاكا، ووفق السلطات الأوكرانية فإن هناك أضرارا كبيرة في العديد من المدن وخاصة خاركيف، تضررت المباني السكنية جراء الصواريخ والمدفعية بعيدة المدى. بدورها أيضا قالت وزارة الداخلية الأوكرانية أن صواريخ باليستية استخدمت في إطار الهجوم، بينما سمع دوي انفجار لضربات بالطائرات فوق مدينة زابورزوهزي وسط البلاد. أيضا استخدم الروس مجموعة واسعة من الأسلحة في هجومهم، بما في ذلك الطائرات الهجومية والمروحيات والدبابات والمدفعية بعيدة المدى والصواريخ. وفي منتصف قصف القوات الروسية مقر الاستخبارات العامة الأوكرانية في العاصمة كييف، أظهرت أيضا صور تصاعد أعمدة الدخان من المقر الشهير في العاصمة الأوكرانية. ومشاهدينا، في تطورات الأخبار العاجلة، وزارة الدفاع الروسية تقول أنها دمرت 83 هدفا على الأراضي في أوكرانيا. طبعا نتابع كل التطورات الميدانية أول بأول، والآن ننتقل إلى مراسلينا. من باريس ينضم إلينا مراسل الحدث سعد المسعودي، ومن بروكسل سينضم لاحقا ربما مراسل الحدث نور الدين الفريدي، ومن البيت الأبيض مراسلة الحدث نادية البلبيسي، من برلين مراسلة الحدث راغدة بهنام. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك نادية، الآن هناك كلمة مرتقبة للرئيس الأمريكي حول الأزمة في أوكرانيا، ما هي الأجواء لديك؟ صحيح، نتوقع أن يتحدث الرئيس بايدن للشعب الأمريكي في الواقع للشعب الأوكراني، الشعب الروسي ولكل العالم، ليعلن عن عقوبات جديدة متوقعة على روسيا. طبعا سبق هذا اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي، حضره رئيس هيئة الأركان، وزير الدفاع، وزير الخارجية، مستشار الأمن القومي، قاموا بإعطاء الرئيس كل المعلومات بتحديثه بكل خطوة بخطوة في هذا التصعيد العسكري الروسي. طبعا البيت الأبيض كان يحذر في الواقع منذ أسابيع، وحتى البعض كان يتهم المسؤولين الأمريكيين بأنهم يبالغون في التهديد الروسي، لكن بالفعل ما رأيناه ليلة أمس عندما أعلن الرئيس بوتين في الوقت الذي كانت فيه السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة تستجدي روسيا وتقول لروسيا ولرئيس بوتين بعدم الدخول إلى أوكرانيا، كان بوتين يعطي الأوامر، وبالتالي ربما جزء من الاستراتيجية الأمريكية. نعم، وصدرت يعني عادت بعض المصادر الإعلامية وتحدثت عن
اختار الولايات المتحدة الجانب الأوكراني قبل 48 ساعة من الهجوم بشكل مباشر بأن بوتين يتحضر وسيهجم. طبعا لن أسأل نادية إذا ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية سترسل قوات إلى أوكرانيا، لأن السؤال انسأل كثيرا، حتى المتحدثة باسم البيت الأبيض يعني قالت كم مرة يجب أن أقول بأن الولايات المتحدة لن تدخل في معركة مع روسيا من أجل أوكرانيا. ربما سأعود إليك بالتأكيد نادية أيضا لمتابعة بعض المواقف. أذهب إلى مراسلنا سعد المسعودي. سعد، أيضا ما هي آخر ردود الفعل والتصريحات والتطورات لديك من باريس؟ نعم ربا، كما تعرفين فهذا اليوم في 24 من فبراير هو يعني تحول كبير جدا في حياة الدبلوماسية الفرنسية والأوروبية والعالمية، ولا سيما عندما كان ماكرون قبل هذا التاريخ هو في الحمام السلام، كان يقود يعني حملات مكوكية وسفر مكوكي بين ألمانيا وروسيا، ومحاولا أن يكون هذا اليوم الأسود أن لا يكون في تاريخ أوروبا، وحاول يعني أكثر من مرة بالاتصالات الهاتفية وعبر الاجتماعات. سعد، سعد لو سمحت سأقاطعك لأنه عنا صور الآن تظهر على الشاشة. هذه الصور هي لتظاهرة في العاصمة موسكو رفضا للحرب في أوكرانيا. إذن هذه الصورة أو المشاهد المصورة طبعا لمتظاهرين في العاصمة موسكو رفضا للحرب في أوكرانيا. الرئيس الروسي كان توعد المناوئين للعملية العسكرية في أوكرانيا بالاعتقال والمحاسبة، والجدير بالذكر طبعا أنه جرت عملية توقيف للكثير من المتظاهرين منذ قليل. أيضا كان هناك تظاهرات لذات السبب في سان بطرسبورغ الروسية والآن في موسكو. وأيضا الآن في الأخبار العاجلة قوات أمنية روسية تعتقل عدد من المتظاهرين ضد الحرب في أوكرانيا. إذن مستمرة على ما يبدو عملية الاعتقال لمتظاهرين خرجوا في العاصمة الروسية للتعبير عن رفضهم للحرب الروسية في أوكرانيا. انتشار أمني على ما يبدو بشكل واضح في العاصمة الروسية، وأيضا إرجاء خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن حول أوكرانيا لساعة بعد الوقت الذي كان متوقع، يعني تم إرجاؤه إلى 18:30 بتوقيت غرينتش، كان في 17:30. على ما يبدو تتسع رقعة الاحتجاجات في روسيا ضد الحرب في أوكرانيا. أعود من جديد إلى زملاء المراسلين. سعد، أعود إليك، تفضل. كنت تتحدث عن الموقف الفرنسي والاتحاد الأوروبي عموما. نعم، منذ الصباح ربا والاجتماعات مستمرة في الأليزيه، هناك كان اجتماع لخلية الأزمة وهناك اجتماع للمجلس الدفاع الأعلى. هذه الاجتماعات أعقبها كلمة للرئيس ماكرون قال أن هذا الهجوم الروسي نقطة تحول في التاريخ الأوروبي، وأن العقوبات على روسيا ستكون على مستوى هذا الهجوم وستكون موجعة. طبعا على هذا الخطاب أيضا تحدث بأننا اتخذنا بعض القرارات سنذهب بها إلى البرلمان صباحا ليتم الاتفاق عليها والتصويت عليها ليعلنها مرة ثانية غدا في خطاب آخر للرئيس ماكرون باعتباره رئيس الاتحاد الأوروبي ورئيس لفرنسا. حاول مرارا أن ماذا ستتضمن؟ هل هناك أي تسريبات؟ ليس يوم حرب،
تسريبات انه العقوبات كما قالها ماكرون العقوبات عسكريه، وهو هذا اللافت في هذه الكلمه، وعقوبات ايضا اقتصاديه وتتضمن الطاقه. هناك بعض الفقرات التي ستكون لها علاقه بالبنوك وبالمصارف وبالتحويلات وبعدم تمكين الجانب الروسي من الاستفاده من التكنولوجيا الاوروبيه، وكثيره هي الفقرات التي سيصادق عليها البرلمان غدا، ثم يعود الرئيس ماكرون ليعلن مره ثانيه الى الامه في خطاب اخر ويبين اهميه هذه القرارات التي ستقود. وطبعا مصادر الاليزي تقول ان هذه القرارات التي اتخذت اليوم وسيصادق عليها البرلمان غدا ستكون موجعه بالنسبه لروسيا. ماكرون واضح جدا من خطابه اليوم قد تغير تماما كيف كان دبلوماسيا، وكان يخاطب الرئيس بوتين بأن الباب الدبلوماسي ما زال مفتوحا، ولكن هذا الباب قد قفله بوتين بهذا الهجوم الذي يعني اليوم مثلا الخارجية في خلية الأزمة تحاول إخراج الفرنسيين من الداخل الأوكراني، وهناك مناشدات من الداخل الإيراني من قبل الفرنسيين بإخراجهم، هناك عدة محاولات لإخراج هؤلاء إلى الحدود البولونية ومن ثم تأخذهم الطائرات إلى هنا. حقيقة أكثر من وزارة تنسق مع خلية الأزمة بالخارجية من أجل إجلاء آمن للفرنسيين خارج الحدود الأوكرانية، والمعلومات التي تتداول هنا في فرنسا بأن هذه الحرب ربما تستمر لأسابيع أو شهور. الآن وزارة الدفاع الروسية وزارة الدفاع الروسية الآن تقول أنها دمرت 83 هدفا على الأرض في أوكرانيا، وأن بنك الأهداف أو كل الأهداف لليوم أو المحددة ليوم اليوم الخميس قد أنجزت. إذن هذه التصريحات من وزارة الدفاع الروسية بأنها أنجزت كل الأهداف المحددة لليوم الخميس. سأنتقل إلى نور الدين الفريدي. نور الدين، هل هناك إجماع أوروبي وخاصة من بروكسل على حزمة العقوبات التي ممكن أن يفرضها أو المرتقب أن يفرضها الاتحاد الأوروبي في 24 ساعة القادمة؟ يعني بعد أقل من ساعتين سيبدأ قادة الاتحاد الأوروبي اجتماعاتهم الاستثنائية هذا المساء للاتفاق والمصادقة من الناحية السياسية على حزمة ثانية من العقوبات. هذه العقوبات مثل ما تفضل زميلنا سعد تشمل المصارف، تشمل بشكل أساسي قطع الأواصر والعلاقات بين النظام المصرفي الروسي والنظام المصرفي والأسواق المال الأوروبية. طبعا هذه العقوبة منسقة مع الولايات يعني مع الولايات المتحدة كندا وبريطانيا. إذا تم قطع الأواصر مع السوق الأوروبية يعني ذلك تم قطع العلاقات أيضا مع السوق المال البريطانية وكذلك مع أسواق المال الأمريكية والكندية. وهي هذه العقوبات في مثل ما أكدت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية ستؤدي إلى خسائر كبيرة بدءا بسقوط عملة قيمة العملة اليورو وارتفاع التضخم وعدم قدرة المؤسسات الروسية على الاقتراض من أسواق المال، وبالتالي حركة الاستثمار تتوقف، وهي مسألة يعني لا يمكن الاستهانة بها حتى وإن كان لا تعطي نتيجتها بين ليلة وضحاها. ولكن حجم الاستثمارات الأوروبية في روسيا كبير جدا، والرقم الذي قدمه جوزيف بوريل ظهر اليوم أن 75% من الاستثمارات المباشرة في روسيا هي استثمارات أوروبية، وهذه الاستثمارات ستتوقف، وبالتالي ستضر الاقتصاد الروسي مثل ما أسلفت ليس بين عشية وضحاها، ولكن في الأمد القريب والمتوسط. من هنا تأتي أن أسئلة كثيرة يعني تطرح حول ما جدوى هذه العقوبات عندما لا تؤثر على سياسة الرئيس الروسي، والدليل على ذلك ما العقوبات السالفة فيما يتعلق بضمه شبه جزيرة القرم. ولكن في هذه المرحلة التركيز يتم حول العقوبات المصرفية، أيضا حول التكنولوجيا المتقدمة جدا، حول حتى أنظمة الكمبيوتر والشركات التي تستثمر، وبالتالي عدد من الأثرياء الذين من حول الرئيس بوتين مصالحهم ستتضرر. الطاقة حقيقة وردت على لسان الرئيس ماكرون، لم نعلم بعد ماذا يعني بالطاقة، هل يعني الاستثمار وتكنولوجيا الطاقة؟ نعم أتصور ذلك. هل يعني ذلك وقف استيراد الغاز من روسيا إلى السوق الأوروبية؟ أنا لا أجازف
في هذه والوقوف أمامكم الآن لا أريد المجازفة بأن هذا الأمر. ولكن يعني هل تعتقد نور الدين يعني أنها ممكن أن تتوضح هذه النقاط من خلال على ضوء الاجتماعات المرتقبة بعد قليل للاتحاد الأوروبي؟ أي نعم. نقطتان أساسيتان يجب البحث فيهما بعد ساعتين هي مسألة استيراد الغاز من روسيا إلى السوق الأوروبية، وثانيا طبعا واتباعا كيف سيتم تعويض هذا الغاز الروسي من الدول الأخرى، وهناك بدائل متوفرة، ورئيس المفوضية قالت إذا قطع الغاز الروسي فالسوق الأوروبي في مأمن هذا الشتاء. والسؤال الثاني يتعلق به هل القمة الأوروبية ستوافق على الاقتراحات، أو هل المفوضية الأوروبية ستقترح على القمة أن تتضمن قائمة العقوبات، وقف نظام سويفت ونظام التحويلات المالية بالنسبة لروسيا وطردها من نظام سويفت. وهذه مسألة مهمة جدا، حيوية جدا. نعم طبعا. لا نعلم بعد عندما يعني في الإجازات بالتأكيد سنترقب أي إعلان بهذا الشأن. ولكن نور الدين لو سمحت اسمح لي أن أنتقل إلى راغدة. طبعا أشير بداية إلى الأخبار العاجلة، الـ AFP تقول أن الأمن الروسي يعتقل أكثر من 700 شخص من المتظاهرين ضد الحرب في أوكرانيا. وكنا منذ قليل فقط نستعرض بعض المشاهد للتظاهرات في العاصمة الروسية موسكو بخروج المتظاهرين الذين عبروا عن رفضهم للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. راغدة أعود إليك. المستشار الألماني أيضا منذ قليل بتصريحاته الأخيرة يقول أو يدعو إلى تجنب تمدد النزاع في أوكرانيا إلى دول أوروبية أخرى. نقف معك على حقيقة الموقف الألماني سواء مما يحدث في سياق أي حوار ممكن أن يستأنف مع الجانب الروسي، وأيضا موضوع العقوبات. مساء الخير ربا. الواقع ربما أهم رسالة خرجت اليوم من ألمانيا هي المتعلقة بأمن دول البلطيق، لأن المستشار الألماني أولاف شولتز الذي يعني هو يعقد اجتماعات منذ الصباح، الحكومة الألمانية بأكملها في حالة تأهب مثل كل ملفت كان بأنه هو حرص على توجيه يعني رسالة طمأنة لدول البلطيق الثلاث ليتوانيا لاتفيا وإستونيا. قال بأنه نحن سندافع عن يعني هذه الأراضي ونحن ملتزمون بحلف الناتو. هذه الدول الثلاث هي من ضمن حلف الناتو، وهي يحق لها يعني أن تقول بأنها تريد يعني أن تبدأ العمل بالبند الخامس من الحلف. وهذا يعني بأنه إذا واحدة من هذه الدول الثلاث يعني قالت بأنها تريد تفعيل البند الخامس، هذا يعني بأنه على حلف الناتو أن يساعدها عسكريا، وهي في حالة يعني خطر، تشعر بأنها في حالة خطر عسكري أو في حال تعرضت للاعتداء أو ما إلى ذلك. هذه كانت رسالة مهمة للغاية، لأنه الناتو الآن عاجز عن التصرف أمام يعني هذا الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا، لأن أوكرانيا ليست عضو في الحلف. ولكن يعني إلى جانب هذا، الآن البحث يعني الأساسي هو بالفعل حول أمور الطاقة، لأن ألمانيا هي من أكبر الدول الأوروبية التي تعتمد على الطاقة الروسية. ورغم أن هناك تطمينات يعني خرجت أيضا من وزارة الاقتصاد اليوم بأنه لدينا مخزون طاقة كاف والآن نبحث عن بدائل يعني إضافية، ولكن يعني هناك مخاوف بطبيعة الحال، لأنه استيراد يعني الغاز من دول أخرى سيكون بتكلفة يعني أكبر. لذلك هذه واحدة من الأمور التي ستبحثها ألمانيا مع الدول الأوروبية الأخرى في القمة التي ستنعقد في بروكسل، يعني إلى جانب بالطبع العقوبات الأخرى التي تنسقها ألمانيا مع شركائها الأوروبيين الآخرين. نعم. في الأخبار العاجلة أيضا موسكو الآن تقول تصريحات كيف حول حيازة الأسلحة النووية قلبت الوضع برمته رأسا على عقب. نترقب كيف يكون ذلك وما الذي تخبئه طبعا روسيا في الساعات أو الأيام القليلة المقبلة. من جديد سأعود بسؤال إلى نادية. نادية، منذ قليل أيضا ليتوانيا كانت أعلنت بوصول طائرات F-15 الأمريكية إلى أراضيها. بحسب الأجواء عموما في الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن ستكتفي واشنطن بدعم فقط الحلفاء بأسلحة إذا ما اضطروا لذلك؟
كنت أريد في الواقع أن أوضح هذه النقطة التي تحدثت عنها سابقا ربا، وهو أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن ترسل أي قوات عسكرية إلى أوكرانيا، لأنه السبب المعروف لأنها ليست عضو في حلف شمال الأطلسي، ووجود القوات الأمريكية سيدخلها في مواجهة مباشرة مع روسيا، وهذا شيء غير واقعي ولن يحدث، وحتى الشعب الأمريكي لن يؤيد أي قرار للرئيس بذلك. لكن ما تفعله واشنطن الآن هو إرسال تعزيزات إلى مناطق دول البلطيق بالتحديد وإلى بولندا، إلى الدول الحليفة، لأنه إذا نرجع مرة أخرى إلى خطاب الرئيس وكلمات الرئيس بوتين عندما كان يقول بأنني لن أحتل أوكرانيا، فقط سأذهب إلى أقليم دونباس. واشنطن لا تصدق هذا الكلام وتقول بأنها هي تحكم على الأفعال وليس على الأقوال، وهذا ما حدث من خلال تطورات الساعات الأخيرة. رأينا القوات الروسية تدخل إلى المناطق الأوكرانية الممتدة أكثر من إقليم دونباس، وبالتالي هناك تخوف من بعض القادة العسكريين. حتى أنا كنت أستمع إلى جنرال بيتريس قبل قليل كان يتحدث على أنه يمكن لروسيا أن تهدد دول صغيرة مثل ليثوانيا وإستونيا ولاتفيا، وهي دول في حلف شمال الأطلسي، ومن هنا يأتي القلق الأمريكي. إذا بالفعل لا أحد يعرف كيف يفكر الرئيس بوتين، لكنه إذا لم يكتفي حتى بأوكرانيا، البعض يقول بأنه قد يحاول ضم فقط أو السيطرة على الساحل الشرقي أو المنطقة الشرقية بأكملها، ونرى الآن تحرك نحو العاصفة كييف، لكن هناك قلق أمريكي حقيقي بالفعل، ومن هنا تأتي حركة الجنود الأمريكيين 900 جندي إلى مناطق البلطيق وتزويدهم حتى بطائرات F-15 المقاتلة وغيرها، وبالتالي هناك تركيز بدون أدنى شك عسكري على هذه المناطق التي تعتبر رخوة، خصوصا الدول الصغيرة في مناطق البلطيق. وطبعا الرئيس بايدن الذي تأجل كما ذكرت تأجلت كلمته لساعة لمراقبة الأحداث، يعني هنا جو بالفعل مشحون في داخل البيت الأبيض وقلق، لأنه كل ساعة هناك تطور جديد على البيت الأبيض أن يرد عليه حسب التطورات العسكرية على الأرض. ربا، نعم، وبالتأكيد نحن نادية سنتابع كل المستجدات معكم أول بأول. شكرا لك حتى الآن من البيت الأبيض مراسلة الحدث نادية البلبيسي، شكرا جزيلا من برلين أيضا راغدة بهنام، وشكرا من باريس سعد المسعودي، وشكرا من بروكسل مراسل الحدث نور الدين الفريدي. مشاهدينا، قبل أن أنتقل إلى ضيوفي واستمرارا لهذه التغطية حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، هذه الصور التي تظهر على الشاشة هي لدبابات روسية بحسب طبعا الأنباء تنتشر في محيط مفاعل تشيرنوبل النووي. إذن بعد معارك عنيفة دارت في محيط هذا المفاعل النووي تشيرنوبل الشهير طبعا، صور الآن تبث لانتشار دبابات روسية في محيط المفاعل تشيرنوبل النووي بعد السيطرة عليه من قبل القوات الروسية، مسموع أيضا إطلاق نار، غير واضح تماما إذا تستمر بعض المناوشات، ولكن تم الإعلان بالسيطرة على هذه المنطقة بشكل كامل. إذن من الملاحظ أن عملية أو المعارك هي لا تستمر لوقت طويل على ما يبدو، يتم الإعلان عن معارك عنيفة في محيط منطقة محددة، بعد ساعات قليلة جدا ربما يتم الإعلان عن دخول القوات الروسية والسيطرة عليها. هذا حصل في مدينة سومي في وسط شرق أوكرانيا. ونبقي عين طبعا على هذه الصور للدبابات الروسية المنتشرة في محيط مفاعل تشيرنوبل النووي، وانتقل إلى ضيفي من بروكسل كورت ديبوف الخبير في الشؤون الأوروبية. أهلا ومرحبا بك سيد كورت معنا في الأخبار الليلة وفي هذه التغطية على قناة الحدث. بداية
الجميع يترقب الآن طبعا ما سينتج عن اجتماعات الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية، وأيضا حجم العقوبات التي ممكن أن تخرج من الاتحاد الأوروبي، وما الذي ستشمله بالتحديد ضد روسيا؟ Well, it's no doubt going to include. بالواقع ما من شك أنها ستشمل إغلاقا تاما مالي وأيضا فرض إغلاق تام على السلع، يشمل هذا البنوك والمؤسسات المصرفية، وكذلك إغلاق كل ما هو في سبيل في من شأنه أن يوصل الغاز والنفط إلى روسيا، وبالتالي هذا سيؤذي ما من شك الاقتصاد الروسي. المسألة هي هل هذا كافيا ليغير معادلة الحرب؟ قد لا يفعل، سيؤذي الاقتصاد وسيؤثر على النخبة الروسية التي ستجمد أصولها ولن يتمكنوا من الوصول إلى أموالهم في أوروبا، وسيحرمون من السفر خارج بلادهم إلى أوروبا وإلى الولايات المتحدة. ولكن في الوقت ذاته وفي المقابل سيد كورت، كيف تنعكس حزمة العقوبات هذه خاصة المتعلقة بمجال الطاقة؟ ومعروف أن يعني الدول الأوروبية تعتمد على الغاز والطاقة الروسية، كيف يمكن أن تنعكس هذه العقوبات على دول الاتحاد الأوروبي؟ Oh, it's very clear that من الواضح جدا أن الاتحاد الأوروبي وشعوبه سيعانون أيضا من هذه الإجراءات، فأسعار النفط والغاز سترتفع، وأيضا أسعار التدفئة سترتفع، وسيكون هناك نقص في هذا القطاع. هذا ينطبق على أوروبا، ستتأثر، والشركات التي لديها علاقات تجارية مع روسيا على مدى السنوات أو عشرات السنوات الأخيرة سيتأذون من هذه العقوبات، لكن هل سنمضي بهذه الأسعار التي سترتفع أم نقبل بهذا الغزو الدائر الآن؟ صحيح أن المعاناة لن تكون من الجانب الروسي فقط، بل ستكون أيضا في الجانب الأوروبي. وأنت معنا سيد كورت، هناك تصريحات من رئيس الوزراء البريطاني يقول مستعدون لمنح اللجوء للقيادة الأوكرانية، فيما يبدو بأن البريطانيين ربما يبحثون عن مخرج لهذه الأزمة. كيف تعلق على هذه التصريحات؟ إلى أي مدى تعتقد أن الأمور تتجه بهذا الاتجاه، تسليم السلطة من قبل القيادة الأوكرانية لصالح روسيا؟ Well, I think what we have seen today. أعتقد ما شاهدناه اليوم أكثر من 200 ضربة، والدفاعات الجوية دمرت تقريبا في الجانب الأوكراني، وأيضا اقتراب الجيش الروسي من كييف وأوديسا وغيرها من المدن. هذا يبين ما على القيادة الأوكرانية أن تفكر به، هل يبتعدون عن كييف أم ينتظرون أم يعملون من خارج البلاد. هذه مسألة صعبة جدا، والأمور تتحرك بوتيرة سريعة في هذه اللحظة، وكقيادة عليهم أن يبقوا برأيي في أوكرانيا، إلا أن الأمور تتطور نحو احتلال تام لكل الأراضي الأوكرانية التي ستحتلها القوات الروسية، وبالتالي ماذا يمكن للسلطة أن تفعل؟ ستنأى بنفسها وتذهب لتعمل بالمدفع. وبقول هذا لا أعتقد أن روسيا ستكون قادرة لإيجاد استقرار في أوكرانيا لفترة من الزمن، لأن معظم الشعب لا يريد هذا الاحتلال والغزو الروسي. سيكون دوما هناك اقتتال مستمر
وأقل ما يمكن قوله أن أوكرانيا ستدخل إلى حالة من عدم الاستقرار، وربما يكون ذلك لفترة طويلة من الزمن. ولكن هذا قد يراه البعض بأنه ضعف أوروبي وأمريكي للوقوف مع الحليف الأوكراني ضد روسيا. هل تعتقد بأن الغرب والولايات المتحدة الأمريكية إذا ما ذهبت الأمور طبعاً باتجاه منح اللجوء للقيادة الأوكرانية تكون تماماً قد عجزت عن إنقاذ أوكرانيا من الغزو الروسي؟ وهذا بالتأكيد دليل على أن أوروبا أن الغرب والولايات المتحدة لم يتمكنوا من وقف هذا الغزو، وبالتالي حاولوا بعض الدبلوماسية مع روسيا إلا أنه لابد من فهم المطالب. هناك سوء فهم للنفسية، الجوانب النفسية للروس والأمريكان أخفقوا في إدراك أن هذا الأمر سيحدث كما فعل آخرين. وثانيا عسكريا هناك الناتو والاتحاد الأوروبي لا ينفق على الدفاعات كما تنفق روسيا. وثالثا علينا نكون واضحين أن أوروبا حتى الآن كانت منقسمة حول طريقة التعامل مع روسيا وبوتين ونورد ستريم 2 والغاز ومدى الدعم الذي يمكن أن يقدم لأوكرانيا عندما تأتي هذه المرحلة. في أي حالة من الأحوال كانت هذه هي النتيجة التي جعلت أوروبا تقف خارجاً وتحاول الشيء الوحيد وهو الإعداد لعقوبات. نعم، انتهى الوقت لهذه المقابلة. شكراً جزيلاً على كل هذه المعلومات والإيضاحات من بروكسل كورت ديبوف الخبير في الشؤون الأوروبية، شكراً جزيلاً لك. ومشاهدينا، أشير إلى هذه الأخبار العاجلة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، يقول بحث مع زعماء مجموعة السبع هجوم الرئيس بوتين غير المبرر على أوكرانيا، والأهم طبعا يعلن موافقة مجموعة السبع على رزمة عقوبات يصفها بالمدمرة بحق روسيا. إذن بايدن يعلن موافقة مجموعة السبع عموما بعد الاجتماع معها على رزمة عقوبات مدمرة بحق روسيا. ربما سنتابع ونبقي عين حتى نعرف ماهية وتفاصيل هذه العقوبات التي تفرض على الجانب الروسي. وبكل الأحوال نحن مستمرون في متابعة هذه التطورات، وينضم إلينا من موسكو الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي فيتشيسلاف ماتازوف، وأيضا من كييف الأكاديمي والمحلل السياسي البروفيسور خليل عزيمة. أهلا ومرحبا بكما ضيفي. أبدأ معك سيد فيتشيسلاف، يعني الآن وزارة الدفاع الروسية تقول بأنه تم إنجاز كل الأهداف المحددة لليوم، وأيضا تقول أنها دمرت 83 هدفا على الأراضي في أوكرانيا. هل هذا يعني، هذه التصريحات تعني بأنه العملية هي مستمرة وهناك بنوك أهداف محددة لكل يوم بيومه؟ طبعا حسب معلومات التي تصل إلينا ونحن في موسكو مراقبين، بين أنه أربعة الاتجاهات كانت أوكرانيا قسموا على أربعة مناطق أو مجال، كله في كل مجال عندهم مجموعة معينة من عسكرية كانت تعمل الزون المسؤولية. وطبعا نتيجة لعملية عسكرية فتحوا قناه المي من نهر دنيبر الى قرم، وفتحوا نهر اصطناعي راح المياه الى القرم. هذا كانت يعني النتيجه الاولى، هذا في منطقه جنوب على حدود مع قرم.
ونقطة أخرى أن هناك مجموعة أخرى تعمل في منطقة كييف لنفسه، وهدف هناك لا شك أن طيب ماذا يفعلون في كييف إذا كانت الهدف الرئيسي بحسب ما كان قد أعلنه الرئيس الروسي هو تأمين إقليم دونباس وهذه المناطق الانفصالية؟ بين أن أهداف مختلفة تماما اللي نحن نسمع اليوم. هذه الأهداف تختلف من كل ما هو كنا نتكلم عنه سابقا. أهداف denazification يعني إبعاد القوة النازية من السلطة في أوكرانيا، هذا شعار الأساسي الذي تعمل اليوم الجيش الروسي الذي هو بقوات الخاصة نزلوا في مناطق مختلفة من أوكرانيا، وهليكوبترات ضربوا 11 مطارا أوكرانيا، دمروا الدرج المطارات لكي يمنع أي هبوط أي طائرة في هذه المطارات. وكذلك هناك كثير من المراكز القيادية للجيش الأوكراني دمروا مطلقا، ووزارة الدفاع اليوم تعتبر أن جيش أوكراني مشلول مطلقا. أقوى طب بهذه النقطة سيد فيتشسلاف دعني أنتقل إلى ضيفي من كييف. معنا من كييف البروفيسور خليل، يعني إلى أي مدى تعتقد بأن ما طرحته أو ما طرحه رئيس الوزراء البريطاني بعرض اللجوء على القيادة الأوكرانية هو أمر وارد وممكن أن يدرس من قبل القيادة أو السلطات الأوكرانية برأيك؟ طبعا هذا التصريح من رئيس الوزراء البريطاني جاء عقب ورود أنباء أن سيكون هناك إنزال روسي على المبنى الحكومي أو المجمع الحكومي في فانكوفر في كييف، والسيطرة على الحكومة وعزل هذه الحكومة. لذلك أعتقد من هذه حتى أيضا أن حتى إدارة أو عمدة كييف حذر من هذا الشيء، والمسؤولين الأوكرانيين حذروا أن هناك يمكن أن يكون إنزال جوي، و حتى من تقريبا من 3 ساعات او 4 ساعات هناك صفارات انذار، و يعني تلقينا رسائل ان هناك امكانيه وجود ضربه جويه ونزول الى الملاجئ الى اخره. لكن اعتقد ان هذه تبين العجز الغربي عن كما قلنا سابقا انهم لا يستطيعون سوى العقوبات، ولكن هذه العقوبات إلى متى ستتحمل أو ما مدى تحمل روسيا لهذه العقوبات؟ اليوم تدخلت مجموعة الأثرياء ورأيناهم في الاجتماع، مجموعة الأثرياء تدخلت أوقفت تراجع البورصة، لكن السؤال إلى متى يمكن لهؤلاء الأثرياء التحمل؟ لذلك طبعا الجميع يعرف ان الفارق العسكري والتفوق العسكري الروسي والضربات التي استخدم فيها الصواريخ الباليستيه وصواريخ جراد وصواريخ والاهم صواريخ سميرش التي هي غير موجهه، وبالتالي هذه الصدمه الكبيره وشل النظام الدفاع الجوي الاوكراني بالكامل. هنا لا أعتقد أن يعني الجيش الأوكراني صامد ويدافع، ولكن الآن الرئاسة الأوكرانية تؤكد طبعا يعني منذ قليل نحن نشرنا تسجيلات مصورة لدبابات روسية في محيط مفاعل تشيرنوبل النووي. الآن الرئاسة الأوكرانية تؤكد يعني بدون أي شكوك سيطرة القوات الروسية على مفاعل تشيرنوبل النووي، المناطق تسقط ربما تباعا، المعارك لا يطول الحديث عنها كثيرا. يعني هل هذا يوحي بروفيسور خليل إلى عدم وجود مقاومة حقيقية على الأرض ضد القوات الروسية؟ لا، هو يوحي بأن الضربات الأساسية شلت العصب الأساسي للجيش.
أبعدت حيدت القوى الجوية، حيدت الاتصالات ما بين القيادات، وحيدت أمور كثيرة. لذلك والتفوق العسكري الكبير هذا هو الذي يجعل من سقوط هذه المناطق تباعا. لكن يعني الموضوع في النهاية أن الأهم أنها الآن في كييف، وتعتقد أن القوات تبعد حوالي 15 كيلومتر فقط عن كييف. سنشاهد ماذا سيحدث، هل سيحدث إنزال جوي على منطقة باناكوفا الرئاسية فقط، أم سيكون هناك اجتياح لمدينة كييف؟ هذا ليرى العالم وليرى جنسون وبايدن، وأن هذا لن يقف عند أوكرانيا، وستتكرر هذا السيناريو في دول أخرى، وسيعرف أن العالم أن أوروبا أنه ليس بعيداً عن الخطر الروسي. نعم، سأعود إليك في هذه النقطة بالتهديد، وهو تمدد هذا الخطر من العمليات العسكرية الروسية لتشمل ربما دول أوروبية أخرى. سيد فيتشسلاف، كنت تتحدث عن الخطر الأوكراني وتعديل الهدف من هذه العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا. هل هذا الخطر ضد روسيا هو كبير لدرجة أن روسيا تتحمل كل هذه العقوبات التي تنزل عليها من كل حدب وصوب الآن، ومترقب المزيد تشمل ربما عزل روسيا من نظام سويفت المصرفي العالمي؟ يعني هذه توقعات هي ليست حقائق حتى الآن، ولكن تدرس على ما يبدو. وأيضا في مجال الطاقة، يعني هذا كيف يمكن أن يؤثر عليها؟ كل هذه المشاكل اليوم لا تهم روسيا أبداً وإطلاقاً. كل هذه العقوبات لا تهم روسيا؟ يعني هل الاقتصاد الروسي هو منفرد ويعمل بشكل أحدي؟ هذا مشاكل سنوية بالنسبة لتلك الخطوات اتخذت قيادة روسية اليوم. هذا تحدي كبير بلا أي شك، تحدي ليست لأوكرانيا، لأنه في أوكرانيا في مدينة أوديسا، أتشاكوف وماريوبول، الحكومة الأوكرانية أسست المباني والمقواعد بحرية عسكرية بمساعدة اختصاصيين في بريطانيا وفي أمريكا. وفي أتشاكوف مثلا كان مركز الرادارات الذي كانت يشمل كل المنطقة بحر الأسود حتى وكذلك شبه جزيرة القرم. وأول ضربة جوية وصلت ودمرت كل هذه القواعد بحرية عسكرية على شكل بحر الأسود الذي أنشأت حكومة أوكرانية بمساعدة خبراء الأمريكان. هذا دمر مطلقا، ولذلك لا يوجد لدي أوكرانيا حتى اليوم أي مرصد، أي مركز المراقبة الأجواء، مراقبة في بحر أو تحركات واتصالات الداخلية بين القطع العسكرية. كل اتصالات مشلولة. ولذلك الآن وزارة الدفاع قدمت لكل أعضاء الجيش الأوكرايني أن يسلموا السلاح ويطلعوا إلى بيوتهم بلا أي معاقبة. هذا هو الشرط الذي وضعت أمام الجيش الأوكرايني القيادة الروسية عبر إعلان وزارة الدفاع الروسية رسميا. ولذلك يعني تدمير كل المراكز الأساسية لحلف ناتو، لأن حلف ناتو بغض النظر عدم عدوية أوكرانيا في حلف، كانت تتركز هناك بكل الحجم، حجم بناء القواعد وتصليح وتدريب، كل هذا كانت تشتغل. الآن ضربات الأساسية قوات الجوية الروسية والصواريخ الروسية دمرت مراكز حساسة لجيش أوكرانيا، ويعتبرون في دفاع وزارة الدفاع الروسية أن جيش أوكراني
لا يمكن أن تتعرض لأي قيادة إلا تلك الجيش الذي كان متركز على حدود بعض دنباس. دنباس هذا نقطة أخرى. انتهى الوقت، اعذرني سيد فيتشسلاف. طبعا نحن مستمرون بالتغطية، ولكن استراحة قليلة قبل الساعة الثانية من موسكو. شكرا جزيلا لك الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي فيتشسلاف ماتازوف، وأيضا شكرا جزيلا من كييف الأكاديمي والمحلل السياسي البروفيسور خليل عزيمة. شكرا جزيلا لكما. قوات روسية تقترب من كييف، تقتحم خاركيف دون قتال، ومفاعل تشيرنوبل في خطر. ترقب لكلمة بايدن، والناتو يجدد لن نرسل قوات إلى أوكرانيا. أوروبا تبحث أكبر سقف للعقوبات على بوتين، والكرملين يقول ردنا سيكون عنيفاً. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أكدت روسيا أنها حققت بنجاح كل الأهداف المحددة في اليوم الأول من غزوها لأوكرانيا، حيث أسفرت عمليات قصف ومواجهات عن عشرات القتلى بحسب السلطات الأوكرانية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينغوف أن قواتهم أنجزت اليوم بنجاح كل المهمات التي عهدت إلى الجيش. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وافقت خلال قمة افتراضية الخميس على فرض رزمة عقوبات مدمرة بحق روسيا بسبب غزوها أوكرانيا. وقال بايدن في تغريدة على تويتر إنه بحث مع الزعماء الستة هجوم الرئيس بوتين غير المبرر على أوكرانيا، واتفقوا على المضي قدما في رزم العقوبات المدمرة وغيرها من الإجراءات الاقتصادية لمحاسبة روسيا. هذا بينما قال ميخايلو بودولياك مستشار مكتب الرئاسة الأوكراني إن القوات الروسية استولت على محطة تشيرنوبل للطاقة النووية، وأضاف أنه من المستحيل القول إن محطة تشيرنوبل للطاقة النووية في مأمن بعد هجوم لا طائل منه تماما من جانب الروس كما قال. قال الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي إن القوات الروسية احتلت مطارا عسكريا في ضواحي مدينة كييف، مضيفا أن ما تقوم به روسيا هو انتهاك صارخ لحق أو بحق الشعب الأوكراني. روسيا استخدمت كل وسائل الاعتداء جوا وبرا وبحرا، وقامت باعتداءات على الجيش الأوكراني وعلى الأراضي الأوكرانية. الأوضاع حاليا معقدة،
الجيش الأوكراني يحاول أن يكون جاهزاً لصد الهجمات التي يمكن أن تنفذها روسيا. حتى الآن قامت القوات الروسية باحتلال مطار عسكري في ضواحي كييف. الهجمات التي تقوم بها روسيا اعتداء صارخ على حقوق الشعب الأوكراني. أؤكد لكم بأن جيشنا يواصل التصدي للهجمات الروسية في مختلف المناطق، وسندافع عن وحدة أراضينا ضد العدوان الروسي. ووجه الرئيس الأوكراني أيضا زيلينسكي رسالة لكل الشعب الروسي، وطلبه بالخروج للشارع والتحرك للضغط على بوتين لتغيير سلوكه بخصوص غزو الأراضي الأوكرانية. أوجه الحديث للمواطنين الروس، أنتم تهاجمون دولة ذات سيادة اسمها أوكرانيا. أطلب من الشعب الروسي أن يتحرك ويخرج للشوارع ويضغط على الرئيس بوتين لتغيير مساره ووقف هذه الأعمال العدائية. استخدام روسيا لقدراتها العسكرية ضدنا أمر غير مقبول. حزمة العقوبات التي ستفرض على روسيا ستغير من الوضع الاقتصادي الروسي، وستطال الشعب الروسي أيضا، لأن هناك اعتداء على سيادة دولة باستخدام العتاد العسكري. لقد تم جرنا إلى هذه الحرب، وندعو المواطنين لمساعدة الجيش. لنستطلع الأوضاع على الأرض وكل ما يجري من قلب الحدث من روستوف جنوب روسيا، مفدى الحدث عبد الجواد الرشيد، وأيضا من البيت الأبيض مراسلة الحدث نادية البلبيسي. أبدأ معك عبد الجواد، بداية فيما يتعلق كل المستجدات والتطورات على الأرض، لو تضعنا بصورة ما يجري هناك. مساء الخير ربما. نعم، يعني بالفعل من يعني لعل ابرز الاعمال على الارض الميدانيه اليوم هو البيان الذي تحدثت فيه الدفاع الروسيه عن اسقاط او سقوط او تحطم مقاتله روسيه من طراز سو 25 بسبب عطل تقني ونجاة قائدها. هذا ما تحدث عنه بيان للدفاع الروسيه. البيان أيضا ذكر بأنه تم تعطيل 11 مطارا عسكريا خلال عمليات اليوم العسكرية، بالإضافة إلى 3 نقاط قيادية و18 منصة للرادارات. هذه هي الأعمال العسكرية التي انطلقت مع صباح اليوم. طبعا للرد الأوكراني كان ضربات، يعني منها ما وصل إلى ضواحي مدينة كورسك الروسية، وقامت فيما بعد القوات الروسية برد مماثل على ذات النقطة. أيضا تم إطلاق صواريخ نحو زورقين مدنيين في بحر آزور من قبل القوات الأوكرانية. هذه هي أبرز الأعمال العسكرية. لكن الوضع هنا في مدينة روستوف على الدون ما زال مستمرا مع أزمة اللاجئين، الجميع بانتظار قدوم القطار. خلال ساعة واحدة من الآن سيصل قطار محمل باللاجئين من إقليم لوغانسك، يعني عدد الناس فيه يصل إلى نحو 200 شخص، معظمهم من النساء والأطفال. أعمار اللاجئين هنا في هذه المدينة وفي ضواحيها تتراوح بين 3 أشهر و 90 عاما للجوء فيه. نعم، يعني مراكز الإيواء يصل عددها الآن في مدينة روستوف وضواحيها إلى 124 مركزا. يعني في هذه المراكز الآن قرابة 7000 لاجئ، بينما عدد اللاجئين الكلي في روسيا من إقليمي دانيتسك ولوغانسك الجمهوريتين المعترف بهما فقط من قبل موسكو هو وصل إلى أكثر من 105,000 لاجئ. طبعا يتم نقل اللاجئين إلى العديد من الأقاليم الروسية عبر القطارات والحافلات والسيارات. أيضا بهذه الوسائل النقل ذاتها يتم إحضارهم إلى هنا إلى مدينة روستوف على نهر الدون. طبعا للجنة الطوارئ في المدينة تقوم بدراسة وضع اللاجئين كل منهم على حدة، بحيث يتم إرسالهم في مجموعات يتم الأخذ بعين الاعتبار فيها المراحل الدراسية للصغار في المدارس لإعادتهم إلى مقاعد الدراسة حسب ما تحدثت إدارة
إدارة الأزمة الآن والطوارئ في المدينة لإعادة الأطفال إلى كتبهم ودفاترهم ومقاعد الدراسة، ولنقل طبعا وإيصال الصغار إلى دور الحضانة في حال احتاجوا هذا. لو تسمح لي أن ألفت الانتباه إلى 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 يعني نقطة هامة في قضية اللاجئين، يعني نحن زرناهم اليوم والأمس يعني وشاهدنا العديد منهم وتحدثنا معهم. اللجنة الطبية القائمة على المراكز الإيوائية لهؤلاء اللاجئين تحدثت عن أنهم بحاجة يعني لمساعدة طبية يعني تكمن في العلاج النفسي، باعتبار أنهم جاءوا من منطقة يعني ارتفعت فيها أصوات المدافع والنيران الحية عاليا. العديد منهم الآن يحتاج إلى لجان خاصة طبية للعمل معه لفترة من الزمن حتى يتمكن من يعني العودة إلى حياته الطبيعية. هذا ما يتم العمل عليه الآن من قبل اللجان الطبية هنا في مدينة روستوف على الدون والضواحي. بحسب ما هو مخطط يعني روسيا لعملية اللجوء هذه، هل ستطول؟ هل لها توقيت محدد أو ممكن أن تنتهي بانتهاء العملية العسكرية التي بدأت فيها روسيا؟ يعني لا أخفيك القول، يعني اللاجئون الذين تحدثنا معهم يوم أمس يعني هم بصراحة يعني صمتوا بأفواههم وتكلموا بعيونهم، يعني مر على لجوئهم هنا في هذه المنطقة عدة أيام لكنهم أصبحوا يرغبون بالعودة إلى مناطقهم الحدودية. لكن اللجنة القائمة التي قامت بإجلائهم من هناك تتحدث بأن قضية عودة اللاجئين هي مرتبطة بشكل كلي بالوضع الأمني في هاتين الجمهوريتين. هذا الوضع هو من سيتحكم بعودتهم وبتاريخ العودة وبأماكن العودة. لابد من الوقوف كما تحدثوا على يعني أعمال الدمار التي يمكن أن تحدث خلال الأيام القليلة الماضية في حال تعرضت منازل البعض منهم للتهديم أو لأي إصابة من قبل يعني أي معدات عسكرية. هذا ما يدور الحديث عنه الآن حول عودة اللاجئين إلى مناطقهم خلال الأيام القادمة. وفيما يتعلق بموضوع العمليات العسكرية، يعني متوقع أن تعود وتنشط في أي وقت أم أنها مرتبطة بما يعني أعلنته وزارة الدفاع الروسية بأن الأهداف كلها المحددة لليوم تم إنجازها؟ نعم، يعني بيان وزارة الدفاع الروسية كان واضحا، يعني كما تقول موسكو بأنها لجأت إلى هذه الأعمال العسكرية بناء على طلب من حكومتي دنيسك ولوهانسك يعني للوقوف ولإعادة التوازن والسلام إلى المنطقة هناك، باعتبار أن المنطقة كانت تشهد أعمالا عسكرية ومواجهات غير متوازنة بين القوات الحكومية الأوكرانية وقوات الحشد الشعبي على خط التماس في دونباس. على ما يبدو يعني أن هدف روسيا من الأعمال العسكرية اليوم كان إضعاف النقاط الأساسية. تم الحديث عن تعطيل 73 أو 74 بنية تحتية عسكرية تابعة للقوات الحكومية الأوكرانية هدف. هنا يعني يمكن نعم 83 يعني هم يحدثون نقطة تابعة للبنية التحتية العسكرية. الأهداف أول بأول. عبد الجواد، أنا أريد أن أسأل أيضا يعني إذا كانت طبعا تتوفر لديك أي معلومات سريعة جدا، لأنه العاجل الآن على شاشة الحدث، موقع نت بلوكس يتحدث عن تعطيل مواقع الإنترنت تابعة للكرملين ومجلس الدوما في روسيا. نعم، يعني هذه الهجمات السبرانية نلاحظها اليوم. هناك هجمة سبرانية تطرقت لها بعض وسائل الإعلام الروسية التابعة للكرملين، منها طبعا شبكة RT المعروفة روسيا اليوم، بالإضافة إلى بعض المواقع الحكومية. يدور الحديث عن أعمال سبرانية، لكن حتى الآن لم تصدر أي بيانات رسمية عن الجهات التي تقوم بهذه الهجمات أو كيف يتم التعامل معها. موضوع عليا، لكن وزارة الاتصالات في البلاد يعني على ما يبدو قد تصدر بيانا يوم غد يعني لتحديد أو للكشف عن أهداف هذه العمليات أو الهجمات السبرانية وماذا استهدفت وإلى أين قد وصلت. نعم،
بالتأكيد يعني سنبقى معك بكل التفاصيل أول بأول. شكرا لك حتى الآن موفد الحدث عبد الجواد الرشد، شكرا لك. وتنضم إلينا من جديد من البيت الأبيض مراسلة الحدث نادية البلبيسي، ومن باريس ينضم إلينا مراسل الحدث سعد المسعودي. أهلا بكما من جديد نادية. منذ قليل كنا نتحدث عن تأجيل خطاب الرئيس الأمريكي لساعة واحدة في 8:30 بتوقيت غرينتش، ولكن ظهرت بعض المواقف من بايدن الذي أعلن فيها موافقة مجموعة الدول السبع على رزمة عقوبات مدمرة بحق روسيا. هل هناك أي تسريبات عن طبيعة وماهية هذه العقوبات؟ نعم، هناك بعض التسريبات التي تقول بأن خيارات قدمت للرئيس بايدن، لا نعرف إذا كان سيفعلها أم لا، لكن أحد هذه الخيارات، الأول في هذه الخيارات، هو بالفعل قطع اتصالات الإنترنت عبر روسيا، والثاني هو ما يسمى، وأنا أترجم من الإنجليزية ربما ليس دقيق الترجمة هنا، لكن هو التلاعب بخطوط السكك الحديدية، بمعنى ربما لمنع الجنود بإرسال إمدادات أو تعزيزات عبر القطارات، وأيضا التلاعب بسلطة السلطات الكهربائية أيضا له ربما أثر على حركة الجنود. وبالتالي أعتقد بأنه هذا خيار لم يكن وارد، بمعنى بأنه كيف يمكن للولايات المتحدة أن تؤثر على الرئيس الروسي، ليس فقط من خلال عقوبات اقتصادية كما رأينا سابقا بمنع التعامل مع شركات والاستثمارات والبنوك، ولكن تحركات تطال مرافق حيوية ربما يستخدمها في هذه المعركة. تماما. طيب الآن كان في خبر عاجل كنا ننقله عن انقطاع الإنترنت في بعض المواقع التابعة للكريملين ومجلس الدوما، ممكن يعني تحليليا الآن ممكن أن يكون مرتبطة بهذه التحركات الأمريكية؟ يعني لا نستطيع أن نجزم، لكن ربما من الغرابة بمكان أن يكون أحد الخيارات التي قدمت بالرئيس هي بالفعل قطع الاتصال، ونرى وبشكل متزامن تماما في روسيا من قطع اتصال للإنترنت. هذا ما كنت أريد أن أقوله. أيضا في تحديث آخر قبل قليل، طبعا طلب من الصحفيين التوجه إلى غرفة الإيست روم، وهي الغرفة التي سيلقي منها جو بايدن خطابه. معنى هذا بأننا اقتربنا بالفعل لهذه الكلمة المجدولة خلال تقريبا أقل من 15 دقيقة من الآن. وطبعا ربما هو التأخير لتنسيق المواقف لإطلاع الرئيس منذ الصباح في هذه الفريق الأمني. نعم. على ما يحدث على الأرض. نعم نادية، وفي هذه الأثناء يعني قبيل عملية التأجيل للخطاب برزت أخبار نقلناها بشكل عاجل نقلا عن رئيس الوزراء البريطاني الذي يعرض اللجوء على القيادة الأوكرانية. هل يتم تداول مثل هذه الحلول في الأوساط الأمريكية؟
كان حديث في الواقع منذ الصباح على أن الهدف الروسي هو السيطرة على كييف العاصمة وعلى التخلص من الحكومة الحالية حكومة الرئيس زيلينسكي ووضع حكومة موالية لروسيا تماما كما هو الحال في وضع البعض يصفها بأنها دمية في يد بوتين وهو الرئيس البيلاروسي. وبالطبع هذا سيناريو مطروح منذ الصباح، لذا الرئيس بايدن كان يقول بأنه ما يحدث الآن على الأراضي الأوكرانية هو تهديد للسلام والأمن العالمي، ليس فقط هو طبعا دولة أوروبية تتعرض لهذا الغزو أو لهذا الاجتياح، لكن هو تحرك عسكري هو الأول منذ عام 1945، يعني التطور خطير بكل معنى الكلمة. ومن هنا الرد الأمريكي يجب أن يكون بمثابة هذا التحرك، وهناك ضغوط أيضا على الرئيس، مناشدة ومناداة من المشرعين في الكونغرس الذين يقولون بأنه عليه أن يتحرك سريعا، يجب أن يظهر للرئيس بوتين بأن الحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة ستقوم بفرض عقوبات قاسية جدا وأن تمنع من التقدم، لأنه هناك حتى بعض السيناريوهات المطروحة بأنه بوتين قد لا يكتفي أيضا بأوكرانيا، يعني هذا السيناريو المتطرف جدا الأقصى، يعني بأنه يمكن أن يذهب إلى دول أخرى مثل دول البلطيق الصغيرة ليتوانيا أو إستونيا أو لاتفيا أو غيرها. لذا سنرى ماذا سيقوله الرئيس بعد قليل. نعم بالتأكيد، ونحن سنتابع معك كل هذه المستجدات. والآن كندا تعلن عقوبات على 58 شخصية وكيانا روسيا، إذن كندا تعلن عقوبات على 58 شخصية وكيانا روسيا. أنتقل إليك سعد. سعد، أنا أريد أن أسأل أيضا إذا كانت هناك أي مستجدات أو معلومات وتسريبات حول رزمة العقوبات الجديدة من الاتحاد الأوروبي، كيف يجري التنسيق بين باريس والمجتمعين في العاصمة البلجيكية بروكسل، طبعا على غرار أيضا العقوبات التي تعلنها كندا اليوم؟ فعلا هي بحكم موقع فرنسا بالنسبة للاتحاد الأوروبي وترأسها للاتحاد الأوروبي، فهي ملزمة بأن تقوم باتصالات مع كل الأطراف بهذه المرحلة الحرجة، وهي منشغلة منذ الصباح باجتماع المجلس الدفاع الأعلى وأيضا الخلية، مجلس الخلية الذي تم وضعه في وزارة الخارجية والاتصال مع الجالية الفرنسية في أوكرانيا. أيضا الوزير الخارجية الفرنسي قام بتغريدة قبل قليل وقال أننا ندين هذا الهجوم على أوكرانيا، وهذا الهجوم طبعا يطال الكثير من المدنيين وهو ما ترفضه فرنسا والاتحاد الأوروبي. أيضا الرئيس ماكرون غدا سيستقبل رؤساء سابقون لفرنسا، سيستقبل على التوالي الرئيس فرانسوا هولاند والرئيس نيكولا ساركوزي للتباحث ولإطلاعهم على القرارات التي اتخذتها فرنسا وستكون موجهة حسب تسريبات قصر الأليزيه، وأيضا سيستمع منهم إلى المشورة بما ستقوم به فرنسا بعد هذه العقوبات. هل ستكتفي فرنسا بوضع هذه العقوبات؟ هل هناك تحرك على الأرض في أوكرانيا؟ ولا سيما كل الأخبار هنا في فرنسا تقول بأن القوات البيلاروسية، يعني من قبل القوات التي دخلت عن طريق بيلاروسيا وعن طريق روسيا، هي تتجه إلى كييف وهي تقوم بضربات موجعة لبعض الرادارات وبعض القوى الدفاعية الأوكرانية. هل تستطيع أن تصل إلى كييف وأسقاط كييف، ومن ثم كما أسلفتم قبل قليل بوضع نظام جديد وتغيير النظام الجديد ويكون تابع لروسيا؟ كل هذه المخاوف موجودة على الطاولة، وكل الشخصيات الفرنسية تدرس كل الاختيارات والاحتمالات منذ الصباح وهي تضع حلول. لذلك اجتماع غدا مع الرؤساء السابقون لهذا الموضوع، ربما يأخذ ماكرون المشورة، ولكن البرلمان الفرنسي غدا سيحضره الرئيس ماكرون وسيناقش
نعم. معه حزمة هذه العقوبات. العقوبات كما أسلفنا قبل قليل هي عسكرية، ولكن حقيقة نحن هنا نسأل العقوبات العسكرية، ما هي العلاقات العسكرية الفرنسية الروسية؟ ربما تكون تكنولوجيا بصناعة العسكرية وأيضا اقتصادية بالنسبة للغاز. هل هناك بدائل لفرنسا بالنسبة للغاز؟ ومن يمول فرنسا الغاز؟ سننتظر غدا بعد. نعم بالتأكيد، وسنتابع معك سعد كل التفاصيل والمستجدات. دعوني أنتقل إلى مراسلين أيضا الذين ينضمون إلينا من بروكسل، مراسل الحدث نور الدين الفريدي، ومن لندن ريما مكتبي مراسلة الحدث. أهلا بكم ريما. سأبدأ معك وخاصة فيما يتعلق بتفاصيل ومعلومات أكثر حول التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء البريطاني، وأبرزها طبعا مستعدون لمنح اللجوء للقيادة الأوكرانية. ما الذي يقال حول هذه النقطة؟ انتهى منذ لحظات انعقاد مجلس العموم البريطاني، حيث كان رئيس الحكومة يتحدث مع باقي الأحزاب. هناك موقف موحد بين كل الأحزاب البريطانية، موقف يشجب الهجوم الروسي على أوكرانيا، موقف داعم للأوكران. طبعا قدمت بريطانيا إمكانية اللجوء للقيادة الأوكرانية، وأيضا أبقت على وجودها من حيث السفارات في أوكرانيا لمساعدة رعاياها البريطانيين من الانتقال إلى هنا. هذه من الخطوات التي أعلن عنها منذ لحظات. من الأبرز الذي تم إعلان عنه اليوم هو العقوبات، رزمة جديدة من العقوبات، كيانات أكثر، شركات أكثر، كل المصارف الروسية بأموال مجموعها ب 154 مليار جنيه استرليني سيتم التوقف من التعامل معها. ويعتبر القطاع المصرفي البريطاني هو الأكبر بالنسبة لروسيا بأوروبا من ناحية التعاملات. وأيضا سيكون هناك عقوبات تطال قطاع التكنولوجيا وأي شيء له علاقة بالصناعة العسكرية. طيب ريما، أيضا من جهة التنسيق مع الاتحاد الأوروبي، الدول الأوروبية عموما، هل يجري التنسيق في هذا السياق بما يتعلق بموضوع فرض العقوبات على الجانب الروسي؟ تنسيق بشكل كامل. اصلا بدأ الاجتياح الساعه 4 او القصف او الهجوم سميه كما شئتي صباحا. الكوبرا اجتماع حكومي طارئ عقد صباحا، ثم غابت كل الحكومه عن السمع طوال النهار. التنسيق كان جاري مع دول مجموعه السبع، مع الناتو، دول الناتو وايضا الاتحاد الاوروبي. وضعت بريطانيا كل خلافاتها، وايضا الاتحاد الاوروبي وضع خلافاته مع بريطانيا على جنب. والان المهم هو مواجهة روسيا. هذه أول حرب في أوروبا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. نعم. نور الدين أنتقل إليك. هل بدأت اجتماعات الاتحاد الأوروبي في هذه الأثناء، أو هناك أي تسريبات حول آلية فرض العقوبات وماهية هذه العقوبات التي من المرتقب أن تفرض على روسيا؟ قادة الاتحاد الأوروبي يصلون تباعا في هذه اللحظات. يتحدث الآن رئيس وزراء سلوفينيا. الاجتماع يبدأ إذن بعد نحو ساعة من الآن، ومثلما تفضلت الزميلة في لندن، فهناك عقوبات ستطال النظام المصرفي الروسي وقطع أواصره وصلاته بالنظام المصرفي الأوروبي، وبالتالي النظام المصرفي في بريطانيا، في كندا، في الولايات المتحدة، في اليابان، في أستراليا أيضا دخلت على وأعربت عن وضمت صوتها إلى صوت المجموعة الدولية أو الدول الغربية في إدانة روسيا واستعدادها لفرض العقوبات. وبالتالي نعم، هذه العقوبات يجري تنسيقها منذ مدة مع بريطانيا ومع الولايات المتحدة، مع الأطراف التي تحدثت عنها. هذه العقوبات ربما في هناك ثلاث مسائل أعلق. هناك النظام المصرفي، وهناك أسئلة تتعلق بطبيعة العقوبات التي ستصادق عليها القمة وذات الصلة بقطاع الطاقة. الأكيد أن الاستثمارات والتكنولوجيا المتقدمة في قطاع الطاقة ستطالها عقوبات هذا المساء. ما لا نعرفه الآن، هل العقوبات الآن ستشمل أيضا واردات الغاز من روسيا؟ أشك صراحة. والدبلوماسي
كبير تحدث ظهر اليوم لم يكن في استطاعته أن يجيب بنعم أو لا عن هذه المسألة، لأن القضية تخضع لتقديرات وحسابات كثيرة. وهناك ناحية أخرى في هذا المعترك، هناك جانب عسكري، أن حلف شمال الأطلسي يدفع كل يوم بقدرات إضافية من الدول الأعضاء لحماية دول البلطيق ولتعزيز حماية بولندا وأيضا والدول الأخرى، سواء كان بقوات طلائعية تقدمها الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا. وبالتالي عكس ما تمناه وطالب به الرئيس بوتين من أن يسحب حلف شمال الأطلسي قواته من السفح الشرقي، ما يحدث كل يوم هو العكس منذ شهر. وما سيحدث طبعا بترقب لكل هذه التحركات نور الدين، حلف الناتو. نعم وسنبقى بالتأكيد على مستوى القمة استثنائي يوم غد بالتأكيد سأشير لهذه النقطة، وسنترقب كل ما يخرج به من قرارات. دعوني أنتقل بسؤالي الأخير إلى نادية. قبل أن تتابعي خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، هل تسربت أي معلومات حول رزمة العقوبات المدمرة عن توقيت بدء تفعيلها ضد روسيا؟ التوقيت سيكون فوري، هذا ما قاله الرئيس بايدن بالأمس عندما قال بأنه هذا التحرك هو أكبر تحرك يهدد السلام والأمن العالمي في الواقع على أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية منذ عام 1945. عدا عن ذلك هو يحمل المسؤولية التامة لروسيا. كنا نتحدث والساعات تتلاحق بالنسبة للتقدم العسكري الروسي، فما بالك الآن بعدما اطلع الرئيس بايدن على كل هذه المستجدات من الفريق الأمني. لذا أتوقع بأنه الرئيس بايدن سيعلن هذه العقوبات القاسية بالتنسيق على أعلى مستوى مع الحلفاء الأوروبيين والكنديين واليابانيين أيضا، لأنه الاجتماع الذي تم هذا الصباح هنا في البيت الأبيض كان مع قادة دول مجموعة السبعة، يعني توسع ليس فقط على مستوى حلف شمال الأطلسي والمجموعة الأوروبية، لكن أيضا هذه الدول القادة مجموعة السبعة الصناعية في العالم. وبالتالي هناك توحيد لهذا الموقف، وكما قال لنا البيت الأبيض سيكون هناك عقوبات قاسية وقوية. نعم ريما، الآن أيضا جونسون يعلن حظر شركة طيران روسيا إيروفلوت وفرض عقوبات أيضا على مصارف ورجال أعمال روس، هل من تفاصيل لديك؟ هذا أعلن بمجلس العموم الساعة 17 غرينتش الساعة الخامسة. إيروفلوت منعت من الهبوط في بريطانيا وأيضا كل المصارف الروسية كما ذكرت لك، شركات روسية منعت من التعامل، هذا كله أيضا يحتاج لتشريع. يوم الثلاثاء سينعقد المجلس العموم وسيشرع كل هذه العقوبات. لم يعلن عن أسماء الكيانات أو الشخصيات الجديدة التي ستوضع على لائحة العقوبات، ولكن ستلاحق هنا هذه نقطة مهمة، كل الأثرياء الروس الذين لديهم مصارف هنا، حسابات بنكية في المصارف البريطانية، للحكومة البريطانية الحق بالتدقيق بهذه الحسابات وملاحقتها. أهم نقطة قبل أن أنهي سريعا، موضوع السويفت يعني الحوالات البنكية العالمية، هذا ما تدفع باتجاهه المعارضة وأيضا بعض الأطراف أنه إخراج روسيا من النظام المالي البنكي العالمي. وهذا يدرس في مجلس العموم البريطاني؟ يدرس لكنه خطير، كل الحروب لها تبعات على كل الأطراف. أوروبا ترتكز على الطاقة من روسيا بشكل كبير، إذا أخرجت روسيا من النظام المصرفي من السويفت كيف تشتري ألمانيا على غرار الطاقة من إيران. روسيا وتدفع لها الأموال؟ نعم بالتأكيد ريما، سنتابع معك أي تطورات ومستجدات جديدة. شكرا جزيلا لك من لندن ريما مكتبي مراسلة الحدث، وشكرا أيضا مراسل الحدث من بروكسل نور الدين الفريدي، وشكرا جزيلا من باريس سعد المسعودي، وأيضا نادية البلبيسي من البيت الأبيض، وسنتابع بالتأكيد معكم أي تطورات ومستجدات جديدة. We'll be right back.
إذن لم يكن الغزو الروسي لأوكرانيا فجر اليوم مستغربا ولا مستبعدا، فالدب الروسي استغل تخبط أوكرانيا وارتباك الحلفاء ليقلب الطاولة على الجميع. المشهد الآخذ في التصاعد مع تواتر الأخبار من هناك، نعيد شريطه من الأول لنسرد لكم أهم ما جرى مع فجر هذا اليوم. في الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لأوكرانيا، دوت صافرات الأنذار في العاصمة كييف مع بدء الهجوم الروسي على البلاد. دقائق بعد ذلك وهزت تفجيرات ضخمة العاصمة كييف ومحيطها. المحطات التلفزيونية الروسية أعلنت بدء العملية العسكرية الأوكرانية صباحا اليوم، ونقلت كلام الرئيس الروسي بأن العملية تتم وفق ميثاق الأمم المتحدة لإنقاذ سكان دونباس. Это было обращение Владимира Путина. Глава государства заявил о начале специальной военной операции в связи с эскалацией в Донбассе в соответствии с уставом ООН и соглашениями о взаимопомощи с ДНР и ЛНР. По словам президента, обстоятельства требуют решительных действий. Необходимо было прекратить геноцид жителей Донбасса, которые надеются только на Россию. Владимир Путин сегодня утром... هذه التطورات طبعا دفعت بسكان العاصمة الأوكرانية بحسب ما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي للنزوح إلى مناطق أكثر أمنا. ومع تسارع هذه الأحداث، تسريب آخر أظهر جنودا أوكرانيين يقومون بحرق وثائق من أمام أحد المقار في العاصمة كييف. منصات التواصل الاجتماعي عجت بأخبار الهجوم الروسي على أوكرانيا، حيث نشاهد في المقطع التالي مشاهد متداولة لما يظهر أنه استسلام لجنود أوكرانيين. الهجوم الروسي الخاطف طرق أيضا باب مقر المخابرات التابعة لوزارة الدفاع في وسط كييف، حيث شهد دخان أسود يتصاعد من فوق المبنى. كما نجد أيضا مشاهدينا مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، قيل أنه لمعارك جوية بطائرات روسية وأوكرانية في ضواحي مدينة كييف. ولحد اللحظة تتعالى الأصوات المنادية بضرورة وقف الحرب والعودة إلى الحلول الدبلوماسية لحل الأزمة بين البلدين بعيدا عن لغة السلاح. уже штук 20 пролетіло. Не видно українського герба, точно російські. Прямо над хатами. Прямо
ось над хатами літають, падли. Полетіли в сторону аеропорта, бомблять аеропорт, чути, що йде бій. Вже стук 30 нарахував точно. من موسكو ينضم إلينا رائد جبر الكاتب الصحفي، ومن واشنطن إلي يوسف الكاتب الصحفي، ومن لندن الكاتب الصحفي عبد الوهاب بدر خان. أهلا ومرحبا بكم ضيوفي. أبدأ معك أستاذ رائد. طبعا نحن أود أن أشير قبل ذلك بأننا نترقب كلمة للرئيس الأمريكي جو بايدن حول الحرب في أوكرانيا. هذه الكلمة طبعا مؤجلة لمدة ساعة، ولكن موعدها الآن تقريبا مرتقب خلال دقائق. أستاذ جبر، بداية، تصريحات كييف حول حيازة الأسلحة النووية قلبت الوضع برمته رأسا على عقب، هذا التصريح من موسكو، ماذا يعني؟ مساء الخير بداية ولدي فريق الكريمين. يعني هناك جدل كبير في الأوساط الروسية حول هذا الموضوع. بالمناسبة هذا الموضوع ورد في رسالة بوتين، يعني في خطاب إعلان الحرب، أنه الآن هم يزعمون أنهم سيعيدون إنتاج أسلحة نووية ولن نسمح لهم بذلك. لكن خلال النهار على قنوات التلفزي الحكومية الروسية كانت هناك الكثير من التقارير وخبراء يتحدثون ويقولون أنه هذا أمر ليس ممكنا على المدى المنظور. أعتقد أن هذا جزء من حملات الدعائية المرافقة للحرب، ليس أكثر من ذلك، بمعنى أنه هذا الأمر لا يمكن أن يكون شكل ذريعة أو سبب من أسباب اندلاع الحرب. نحن يعني نرى تماما أنه التحضير لهذه الحرب جرى منذ وقت، وهي مرتبطة بجملة رزمة من الأسباب الأخرى، يعني موقف الناتو، المطالب الأمنية في أوروبا، التوسع شرقا، حتى إمداد كييف بأسلحة نوعية وما إلى ذلك. بالمناسبة هذه الأسلحة النوعية التي لم نراها اليوم في العمليات العسكرية التي تحدثت عنها روسيا طويلا. في كل الأحوال الموضوع النووي لم يكن مطروحا كأولوية في كل الأحوال يعني خلال الفترة الماضية. طيب أنتقل إلى الأستاذ إلي. أستاذ إلي، يعني بداية، إلى أي مدى ممكن أن تكون العقوبات الأمريكية حقيقة مدمرة وموجعة بالنسبة للجانب الروسي على غرار التلاعب بالكهرباء والسكك الحديدية وموضوع الإنترنت والمترقب من كلمة بايدن الآن؟ شكرا لك وتحية لضيفيك. طبعا أنا لا أعتقد أن الحديث عن العقوبات المدمرة يعني المقصود بها هذا القطاع تحديدا، لأن إذا كان للتدمير أن يحصل هو عمليا على الاقتصاد الروسي، وهو ما يعني ما جرى التحذير منه منذ فترة عندما كان يجري الحديث عن التوقعات حول السلوك الروسي وما الذي يمكن أن تقدم عليه روسيا اتجاه الأزمة التي افتعلتها مع أوكرانيا. رغم كل التحذيرات يبدو أن الرئيس الروسي قد أخذ قراره ويعني دخل في هذه الحرب وفي هذه المواجهة. طبعا نحن في انتظار ما سيعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن وما حجم هذه العقوبات التي يعني فعلا يمكن أن تؤدي إلى تدمير الاقتصاد الروسي. إضافة إلى ذلك علينا أن نراقب رد الفعل الأوكراني تحديدا، يعني إذا كان الحديث أو الرهان على إمكانية إدخال روسيا في أزمة مديدة نتيجة لقرارها بغزو هذا البلد، فالأمر يعتمد أولا وآخرا على طبيعة المقاومة التي يمكن تنظيمها. طيب، هل نحن نتجه إلى حكومتين أو حكومة واحدة بقيادة روسيا وبالتالي إنهاء هذا الملف؟ هذا الموضوع الذي أعذرني على الاستعجال، ولكن سأذهب إلى أستاذ عبد الوهاب سريعا قبل كلمة الرئيس بايدن. أستاذ عبد الوهاب، هل أعذرني، سننتقل مباشرة لكلمة للرئيس الأمريكي جو بايدن. Military equipment in positions along the Ukrainian border.
وقد تم تحريكها إلى الحدود، وهناك مستشفيات ميدانية، وهذا يعطينا فكرة عن النوايا الروسية، وبالتالي رفضوا كل خطوات حسن النوايا من الولايات المتحدة وحلفائها عبر الحوار لتجنب هذا الحال. على مدى أسابيع حذرنا من أن هذا سيحدث، والآن اتضح بشكل موسع أكبر مما توقعنا. في الأسابيع الأخيرة شهدنا قصفا لدونباس، منطقة مدعومة تسيطر عليها الانفصاليين، وأيضا تم شن هجمات سبرانية على أوكرانيا، وأيضا ادعاءات ليس لها أساس بأن أوكرانيا على وشك غزو روسيا، لكن أوكرانيا كان وأن أوكرانيا كانت مستعدة لاستخدام السلاح الكيماوي وستقوم بمجزرة، ولكن دون أي أدلة إضافية شاهدنا أمام أنظار العالم تشكيل جمهوريتين يدعى أنهما جمهوريتين على أرض أوكرانيا، وبالتالي فإن السيادة الأوكرانية انتهكت، وهذه الحرب شنت، وخلال لحظات بدأت الصواريخ وبعدها الغارات الجوية، ثم دخلت الدبابات، وقد كنا شفافين مع العالم وعرضنا كل شيء عن الخطط الروسية والهجمات السبرانية كي لا يكون هناك أي إرباك أو تغطية لما يفعله بوتين. بوتين هو المعتدي، بوتين هو الذي اختار هذه الحرب، والآن هو وبلدي سيدفعون الثمن. أنا اليوم سأخول بفرض عقوبات إضافية قاسية، فلا يمكن أن يتم تصدير أو استيراد أي مواد أو سلع تحمل اسم الولايات المتحدة، وبالتالي هذا وأرد أن أكون واضحاً أن الولايات المتحدة لا تقوم بهذه الخطوة بمفردها، بل كنا نبني تحالفاً من الشركاء يمثل أكثر من نصف اقتصاد العالم، 27 عضو من الاتحاد الأوروبي، فرنسا وألمانيا وكندا ونيوزيلندا وبريطانيا، وكلهم وقفوا معنا، وتحدثت مع مجموعة السبعة هذا الصباح، واتفقنا بشكل تام أننا سنوقف قدرة روسيا بقيام بأعمالها بالدولار الأمريكي واليون واليان، وسنوقف قدرتهم في تمويل العسكرة الروسية وعدم تمكنهم أيضا في المنافسة، وشاهدنا آثار تنعكس على الروبل الروسي، اليوم أصبح بأضعف أسعاره في التاريخ، السوق المالي الروسي انهار و50% انخفضت، واليوم بالعقوبات على البنوك الروسية ستجمد 1.3 تريليون من الأصول، وهذا يشمل أيضا الثلث الأصول الروسية في المصرفية، ونغلق أيضا 4 بنوك رئيسية، وهذا يعني أي أصول لهم في أمريكا سيتم تجميدها، وأيضا بنك بي تي في الذي فيه 250 مليار دولار من الأصول. وكما وعدنا فإننا نضف أسماء على القائمة من النخبة وأعضاء وأفراد أسرة بوتين وغيرهم، هؤلاء الأشخاص الذين اكتسبوا واستربحوا من السياسات الروسية، ويجب أن يشاطروا الرئاسة في الألم الذي سيصيبهم في الأيام القادمة. يوم الثلاثاء أوقفنا قدرتهم على جمع المال من المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين، والآن سننفذ نفس الشيء على الشركات ذات أصول تتجاوز 1.4 تريليون دولار،
هذه النتائج سنراها مع الوقت عندما نعصر هذا الاقتصاد ونعصر وأيضا نشدد على قدرتهم في تطوير التكنولوجيا. وهذه الإجراءات مع حلفائنا وأصدقائنا وشركائنا ستنعكس على اقتصاد روسيا وستشكل ضربة قاضية على تطوير وأيضا برنامج الفضائي، وسيعجزهم عن بناء السفن التي تساعدهم في التطور، وستكون عقبة أمام طموحاتهم المستقبلية. إضافة إلى العقوبات الاقتصادية، سيكون هناك خطوات للدفاع عن حلفائنا في الناتو خاصة في الشرق. يوم الغد سيكون هناك قمة للناتو لنجمع 30 دولة متحدة في شراكة وثيقة لنؤكد لهم تضامننا معهم ولرسم الخطوات التالية التي سنتخذها من أجل تعزيز كل جوانب التحالف، تحالف الناتو. وسنقدم 650 مليون دولار لأوكرانيا كانت في هذا العام، وقواتنا ليست ولن تشترك ب القتال ضد القوات الروسية في أوكرانيا، ولن تتوجه إلى أوروبا من أجل الحرب، بل هي لدعم أصدقائنا وحلفائنا في الشرق. وكما قلت، فإن الولايات المتحدة ستدافع عن كل إنش من الأراضي التابعة لدول الناتو، والناتو أصبح أكثر اتحاداً وأكثر عزماً وما من شك أن كل الدول ستكون وفقاً للبند الخامس الذي يقول أن هجوم على دولة يعني الهجوم على كل الدول في هذا التحالف. ألمانيا وبولندا أكد موقفهما، وكان هناك قوات جوية تم تحريكها إلى إستونيا لاتفيا وبولندا ورومانيا، تم تحريك قواتنا إلى تلك المناطق لكي تكون مستعدة. وحلفائنا الآخرين أيضا نضع بين يديهم قدراتنا العسكرية، وخلال الساعات التي شنت فيها روسيا هجماتها تم وضع خطة استجابة للناتو، و قوات الاستعداد المستعدة هي لتتحرك إلى أي مكان يحتاجونه، ويمكن نشر القوات إلى ألمانيا وبعض القواعد الجوية الموجودة في حالة التأهب منذ أسابيع. وتحدثت إلى وزير الدفاع أوستن والجنرال مالي حول الإعدادات لمزيد من التحركات إن كان هناك ضرورة للدفاع عن حلفائنا في الناتو وأهم تحالف في تاريخ العالم. نحن نستخدم كل الأدوات لحماية الشركات من ارتفاع والمدنيين من ارتفاع أسعار النفط والغاز، فهذه اللحظة يجب أن تستغل لرفع أسعار الغاز من أجل التربح، وبالتالي لابد من الاستمرار في مراقبة واردات الطاقة ضد أي تعطيل، ونتعاون مع الدول المنتجة للنفط لضمان الإمداد بشكل متواصل وعدم التعطيل. وأيضا هناك دول لديها احتياطيات، وسيتم إطلاق المزيد من الكميات عندما يتأزم الوضع. أعرف أن الوضع صعب، أنا أحاول أن أبذل كل الجهود لتخفيف الألم عن الشعب الأمريكي، لكن هذا الاعتداء لا يمكن أن يمضي دون رد، فإن تبعات ذلك ستكون أسوأ بكثير. نحن نقف أمام المتنمرين ونقف من أجل الحرية، هذه هي هويتنا. وكذلك التحذير الذي وجهته الأسبوع الماضي، إن قامت روسيا بهجمات سبرانية على شركاتنا فنحن مستعدين للرد، وعلى مدى أشهر عملنا
عن كثب مع شركات القطاع الخاص لتعزيز دفاعاتنا السبرانية. وتحدثت ليلة أمس مع الرئيس سيلينسكي الأوكراني وطمنته أن الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في أوروبا سيدعمون الشعب الأوكراني وهم يدافعون عن بلدهم، وسنقدم لهم الإغاثة الإنسانية لتخفيف المعاناة. وفي الأيام الأولى من هذا النزاع ستحاول روسيا أن تخفي الحقيقة وتدعي النجاح في عملياتها العسكرية، لكن التاريخ أكد لنا أن المكتسبات السريعة على الأرض يمكن أن تنتهي سريعا وتقابل بعصيان مدني. والأسابيع القادمة والأشهر سنقف مع الشعب الأوكراني، والشعب الأوكراني يعرف أنه 30 عام من الاستقلال بيّنوا أنهم لن يقبلوا أي طرف يحاول أن يأخذ منهم بلدهم. هذه لحظة خطيرة لكل أوروبا وللحرية في كل أنحاء العالم، فبوتين ارتكب اعتداء يهدد مبادئ السلام العالمي، والآن العالم بأكمله يرى بوضوح أن بوتين والكرملين كل ما يهمهم ليس الأمن بل الاعتداء، ورغبة بوتين باستعادة الإمبراطورية بكل الوسائل الممكنة ودفع الدول الجوار الروسي للفساد وتغيير الوضع بالقوة، وبالنهاية اختيار شن حرب دون سبب. وهذا سيحدد مستقبل العالم، كيف يمكن للأمم أن تنتزع ما تريد بالحروب، فهذا فيه انتهاك لمبادئ العالمية. الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها سنخرج كلنا من هذه الأزمة بقوة أكبر وحزم ومناعة ضد أي تصرفات روسية. بوتين سيقف أمام المنصات العالمية واضحا، وهذا الاعتداء سيشهد له العالم، والتاريخ سيشهد أن هذا خيار لبوتين أن يقوم بشن هذه الحرب غير المبررة على أوكرانيا، وستجعل روسيا أضعف والعالم كله أقوى في الحرية والكرامة والديمقراطية. لا يمكن أن يقضي عليها طواغية زي كبوتين وأمثاله، ولا يمكن أن تمارس عبر التهديد، بل هناك تنافس بين الديمقراطية والحكم بالطغيان. وندعو الله أن يحمي أوكرانيا وشعبها وقواتنا. ردا على سؤال من الأسوشيتد بريس، هل تحدثت مع الرئيس بوتين؟ هل لدي خطط للتحدث مع بوتين في هذه المرحلة؟ وكيف يمكن أن توقف هذه الحرب من أن تتطور إلى حرب أكبر؟ نحن قدمنا كل القوات اللازمة للمنطقة الشرقية في حلفاء الناتو لنمنع اندلاعها لتصل إلى دول الجوار. صحيفة وول ستريت. سيد الرئيس، لم تذكر سويفت في العقوبات، لماذا لا تقوم أمريكا بذلك؟ هل هناك اختلاف بين الدول التحالف حول هذه المسألة؟ العقوبات التي نقترحها على البنوك ستكون أكثر أثراً من سويفت، هذا أولاً. ثانياً، هناك هذا الخيار مطروح، لكنه هذا ليس الموقف الذي تتخذه أوروبا حالياً. سيسيليا من ABC.
العقوبات لم تردع بوتين. ماذا سيوقفه وكيف يمكن لهذا أن ينتهي؟ وهل تراه يمكن أن يصل إلى خارج أوكرانيا؟ والتصريح الذي خرج به ليلة أمس والتهديد للغرب، هل يهدد بهجمات نووية؟ ليس لدي فكرة عن تهديداته، لكنني أرى ماذا فعل. هذا أولاً. وثانياً، لم يتوقع أحد من هذه العقوبات أن توقف حدوث أي شيء، بل ستستغرق وقتاً في أثرها وسيكون لها نتائج، وهو يعرف النتائج، والشعب الروسي سيدرك ماذا جلب لهم هذا الرئيس. هذا سيستغرق وقتاً ولن يقف مذعوراً ويقول أنني لن أصمد أمام هذه العقوبات.